أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أخرج بعض الكتاب مؤلفا يقرر فيه عدم وجوب الصلاة في المساجد، فكيف الرد عليه؟ هذا ما يحتاج رد عليه، هذا هو رد على نفسه. إذن نهدم المساجد، لأن يعني ما لها فائدة ولا قيمة، والمسلمون كانوا غالطين في بناء المساجد والإنفاق عليها. هذا كلام باطل، وهو يعرف أنه باطل، إلا إن كان هو جاهل مركب، الجاهل يحصل منه أكثر من هذا. أما إن كان عنده علم وبصيرة فهو يعرف أنه مخطئ. نعم.